ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى جلاه. فافز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الأربعون النووية. الحديث الحادي والأربعون. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى جلاه. فافز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى جلاه. فافز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى جلاه. فافز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى فالناس موتى